لكن في أفكار لو دخلنا بيها السنة الجديدة على يقين إن الحياة هتختلف للأفضل فعلا. أولا الحياة مش كلام حلو، الحياة أفكار حلوة وقناعات فيها يقين ومبادئ إيجابية ومبادئ صادقة وسليمة. لو فضلت محافظ عليها هتحس إنك بخير وإنك شخص سوي قادر يواجه مشاكله ويتعامل معاه. زي إيه مثلا الأفكار دي؟ إن إحنا ما نحكمش على حد مهما كان ومهما شفت منه. أنت مش شايف تفاصيل كتير عنده، خليك متأكد إنك لما بتحكم على الشخص ده وبتتكلم عنه كأنك أنت بتعرف نفسك، يعني أنت بتعمل إسقاط من نفسك على الآخرين، ده مش حقيقي ومش صح ومش صحي. الحاجة المهمة كمان إن السعادة قرار، يعني لو عايز تكون مبسوط أو مرتاح على الأقل سيب اللي حصل امبارح في امبارح، ما تاخدوش معاك لبكرة. انت كده مشيت من امبارح، فكر ازاي تعيش بكرة من غير قلق. فكر في حلول، ما تصدرش المشاكل، ما تفكرش ازاي حصل وازاي بقى. يعني الانسان المبدع هو اللي بيفكر في الحلول، مش بيصدر الحلول او مش بيستقر ويغرق في المشكلات. واحدة من الحاجات اللي بتكون سحر في أي علاقة في الحياة إن أنت تبقى صريح، بس الصراحة الحقيقية، مش إن أنت تقول كلام جارح وتقول أصل أنا اللي في قلبي على لساني، أصل أنا كذا، أصل أنا، لأ. إن أنت تكون صادق غير إن أنت تقول كلام صادم وجارح. ممكن وأنت صادق تخسر ناس كتير، بس الناس دول مش أصلاً مش أصحاب كتير، مش حقيقيين، فأنت هتكسب وأنت بتخسرهم لأنهم هم مش أصحاب بجد. ناس عارف أنت مين فين إيه، ده حاجة يعني إلهام كده من ربنا إن هو يعرفك كتالوج البشر. فالناس اللي تطمن للكلام معاك دي هي الناس اللي طبيعية، هي الناس اللي تحب ان انت تكسبها، هي الناس اللي تبقى وانت معاها حاسس بالمكاسب مش بالخسائر. الحياة في مجموعة نصايح كتير جدا علشان ندخل بيها للسنة الجديدة، بس خلينا على الايام اللي جاية نتكلم عنها لان فيها اكتر من نقطة مهمة جدا.